بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في الجزء الأول من المحاضرات اللي هي أونلاين. طبعا أكيد معكم الدكتور محمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء بتاع الكربوهيدرات بالنسبة لطلاب المستوى الثاني الصيدلة الإكلينيكية. احنا طبعا كنا خدنا في أول محاضرة أو كانوا محاضرتين وتكلمنا عن الكربوهيدرات وعن الجنرال كاركترز بتاعتها وتكلمنا عن الستيريو كيمستري بتاعتها وتكلمنا عن الجنرال كاركترز بتاعت الكربوهيدرات والرياكشنز بتاعتها ان هي ليها اكسيديشن رياكشن وليها ريدكشن رياكشن ويعني خدنا المحاضره كامله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البروبرتيز او الرياكشنز بتاعت الكربوهيدرات وخاصه اللي احنا قلنا عليهم اللي هم المونوساكارايدز. من ضمن الحاجات اللي هي بتعتمد على الريديوسينج باور بتاعه الكربوهيدرات اللي هو بيندكس ري ايجنت. احنا اتفقنا ان من ضمن الحاجات اللي بكشف بيها عن الريديوسينج باور بتاعه الكربوهيدرات اللي هي وجود الالدهيد جروب او وجود الكيتونيك جروب اللي هي بتعمل ريدكشن لبعض الري ايجنتس زي خدنا احنا فيهلينجز وقلنا البوزيتيف رياكشن بتاعها ان هو فورميشن اوف بريك ريد بريسبيتيت اللي هو عباره عن التوبرس اوكسايد. فهنا من ضمن الحاجات برضه اللي بتستخدم اللي هو البندكس ري ايجنت. البندكس ري ايجنت ده عباره عن سوليوشن من ستريت كومبلكس بتاع الكبر سلفيت في ميه. فانا لو كنت هستعملها عشان خاطر اشوف الريديوسنج باور بتاعه الكربوهيدرات فهنا بستخدم فيهلينج سوليوشن. فهنا طبعا الريزلتس بتاعه التست اللي هو بيتكون زي ما قلت لك بريد بريسبيتيت من الكبرس اوكسايد. بعد كده ده البروسيجر اللي هو اللي انا بعمله داخل المعمل. انت بتاخد مثلا وليكن 5 ملي من بيندكس سوليوشن في تيست تيوب وبتعملها هيتنج. طبعا تخلي بالك تمسك معاك هولدر تمام. وبعد كده طبعا البيندكس تيست ده انا بستخدمه عشان اكشف بيه عن وجود اليورين داخل او الجلوكوز داخل اليورين. فده ممكن استخدمه انا كايه كنوع من انواع الديتكشن اوف دايابيتس. فهناخد 8 دروبس من اليورين وبحطهم على البويلنج سوليوشن بتاع مين بتاع البندكس سوليوشن. بعد فتره هيديني لون. اللون ده على حسب الحده بتاعته بيتراوح من او الشكل بتاعه بيبقى من ناحيه البلو الى اخر حاجه اللي هي بتبقى بريك ريد. فمثلا لو كان ده بيدينا جايد طبعا عن نسبه الجلوكوز الموجوده في اليورين. طبعا المفروض بعد كده بعمل كونفورميشن عن طريق اذر تيست. لو كان بلو يعني اللون مش هيتغير خالص بتاع البندكس ريجنت لان البندكس ريجنت اللون بتاعه بيبقى بلو. فده معناها ان مفيش ايه شوجر داخل اليورين. بعد كده لو اداني جرين كلر ده المفروض ان نسبه الشوجر هنا بتبقى من 0.5%. لو كانت يلو بتبقى اب تو 1%. لو كانت اورنج بتبقى 1.5%. لو اخر حاجه اللي هو البريك ريد كلر ده المفروض اللي هي تبقى 2% او 2% اور مور شوجرز. ده طبعا عباره عن سلايد بتوضح لك الريزلتس بتاعه التست. اول تيست تيوب اهي ما فيهاش خالص ده عباره عن بلو كلير سوليوشن وبعد كده اللون بيتدرج لحد لما يوصل الى البريك ريد. في بقى من ضمن الحاجات برضه اللي بتعتمد على الريديوسنج باور بتاعه الشوجر اللي هي تولينز ري ايجنت. طبعا تولينز ري ايجنت احنا عارفين ان هو عباره عن السيلفر نيتريت سوليوشن ونتيجه لذلك بيكون لي حاجه بيسموها السيلفر ميرور او البريسبيتيشن بتاع السيلفر على جدار التيوب وده بيدينا حاجه كده بتبقى عباره عن زي الميرور عشان كده بيسموها ايه السيلفر ميرور. طبعا دي ممكن انا اعملها ممكن لا بسبب طبعا ان احنا عارفين ان الريجنت ده اللي هو السيلفر نيتريت بيبقى فيري اكسبنسيف وهنا طبعا زي ما قلت لك بيحصل التفاعل سواء كان مع الكيتونز او مع الالدهيدك. في من ضمن الحاجات اللي هي الامبورتنت كربوهيدرات اللي هو الجلوكورونيك اسيد. وطبعا زي ما قلت لك الجلوكورونيك اسيد ده بيجي من عمليه الاكسيديشن بتاعه الالدهيدك وزي ما قلت لك دي عباره عن من اسمها كده اسيدك سبستانس
ودي اللي مسؤولة عن الديتوكسيفيكيشن اوف الفورين ماتيريالز اللي بتخش البعض عندنا، زي مثلا الالكوهول او زي الفينول، تمام. والعملية دي بتتم داخل الليفر. وحتى من ضمن الحاجات برضي ان احنا اغلب الادوية اللي بناخدها عشان يبدأ الجسم يتخلص منها بعد ما يحصل لها ميتابولايزيشن، بيحصل لها اكسكريشن من خلال اليورين عن طريق الكونجوجيشن مع الجلوكيرونيك اسيد، تمام. من ضمن الحاجات برضي اللي هي بتبقى موجودة عندي كامبورتنت اللي هي الفيروس جلوكونيت. الفيروس جلوكونيت دي عبارة عن الفيروس سولت بتاع الجلوكونيك اسيد، تمام. ودي من اسمها كده موجودة في مستحضرات كتيرة على هيئة كبسولات، بتستخدم طبعا في التريتمنت اوف انيميا او بيسموها الايرن ديفيشنسي انيميا. واحنا عارفين طبعا في ناس كتيرة بتبقى عندها وخاصة الناس الستات اللي هم لاكتيتنج ويمن او البريجننت، فدايما بياخدوا اللي هي سورس اوف اكسترنال ايرن سبليمنت على اساس ان هم في الغالب بيبقى نسبة الهيموجلوبين عندهم قليلة. طبعا في اذر ان اورجانيك فيروس سولس موجوده زي مثلا الفيروس سلفيت او الكلام ده كله، ده موجود طبعا بس بيبقى ارخص في الاسعار. وفي نفس الوقت الفيروس جلوكونيت بتبقى افضل ان هي ما بتعملليش جاستريك ديستريس اللي بتعملها مين الان اورجانيك فيروس سولس. برضه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي بسميها ناتشرالي اوكيرنج برودكتس واللي جايه من الكربوهيدرات اللي هي الاسكوربيك اسيد. الاسكوربيك اسيد برضه بيبقى درايفد من الدي جلوكورونيك اسيد، وزي ما احنا شايفين طبعا ده الاستراكشر بتاع الاسكوربيك اسيد اللي هو بيسميه الفيتامين سي. والفيتامين سي طبعا دي بتخش في يعني مهمه جدا وموجوده في اغلب الفاكهه والخضار وكسورس لفيتامين سي. طبعا دي بتعالج امراض كتيره جدا من ضمنها ان هي الانفلونزا وبتقوي الجهاز المناعي والسكارفي، فليها استخدامات كتيره جدا. طيب عندنا برضه important molecules او ان هي الالكوهولز. احنا عارفين ان الالكوهولز بتيجي من عمليه الريدكشن بتاعه المونوساكارايدز، خلاص. فدول ليهم استخدامات كتيره جدا مهمه. اول حاجه مثلا كمثال المانيتول بيستخدم كاوزموتيك دايوريتيك عند الناس اللي عندهم ضغط. من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدهم اللي هو المانيتول. المانيتول بيساعد على عملية الانكريز اليورين سكريشن، فده بدوره بيقلل الهايبرتنشن. الجليسرول طبعا كلنا بنستخدم الجليسرول كهومكتنت، حاجة كده مرطبة للجلد. وفي نفس الوقت ممكن انا كان بي نيتريتد تو نيترو جليسرين. في بعد كده السوربيتول. السوربيتول ده ممكن يتحول الى السوربيتانز اللي بيستخدموهم طبعا في الفارماسيوتكس كامالسيفاينج ايجنت اللي هو زي التوين 18 والازر امالسيفاينج ايجنت. من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها اللي هو السوربيتول، بستخدمه كستارتنج ماتيريالز عشان اعمل تصنيع لحاجه بيسموها الايزوزوربايد. الايزوزوربايد ده عباره عن نيتريتد الى الاي اس دي ان اللي هم بتستعمله اصلا في تريتمنت اوف انجينا او بيسموها الذبحه الصدريه، لانه بيعمل فازو دايليتيشن وموجود في اكتر من مستحضر داخل الصيدليه. ده اللي هي المانيتول والسوربيتول، موجود طبعا بيبقى في صوره انفيوجن، بيتاخد على هيئه انفيوجن. ودي اكويشن بتوريك ازاي انا ممكن الالكوهول اللي هو السوربيتول زي ما احنا شايفين بيتحول الى التوينز او بيسموه سبانز، تمام. طبعا الفرق بين سبانز والتوينز ان كل واحد فيهم بيعمل لي نوع من انواع الايمانشن. احنا عارفين الايمانشن بيبقى فيه ووتر اويل ايمانشن و اويل ووتر ايمانشن، فكل واحد من دول انا لو كنت عايز اعمل مثلا الووتر اويل ايمالشن يبقى هستخدم سبانز. لو كنت عايز اعمل الاويل ووتر ايمالشن هنا هستخدم مين؟ هستخدم التوينز. والمفروض ان انتوا تكون خدتوا الحاجات دي طبعا بالتفصيل مع في جزء الفارماسيوتكس. ده الاستراكشر بتاع اللي هو السام شوجرز اللي ممكن يكون موجودين، يعني مثلا زي السوربيتول، في بعد كده المانيتول، زايليتول، الجليسرول، المايوانيسيتول والريبيتول، وكل دول عبارة عن امبورتنس الكهول. هنبدأ بعد كده في جزئية مهمة جدا اللي هي البنتوزيس. من اسمهم كده بنتوزيس، يعني ايه؟
يعني المونوساكارايدز اللي بيتكونوا من 5 كربون اتومز. بيتكونوا من ايه؟ 5 كربون اتومز. هناخد اكزامبلز ليهم. عندنا الريبوز والارابينوز والزيلوز واللايزوز، تمام. طبعا كل واحد من دول بيبقى له استخدام، وهو دايما فين؟ في الغالب طبعا هيجوا من البنتوزانز. البنتوزانز دول عبارة عن بوليساكارايدز. لما أبدأ أعمل لهم هيدروليسيز للبنتوزانز دول أو البوليساكارايدز اللي بتكونوا من بنتوز شوجر، يبدأ يديني مين؟ يديني الانديفيدوال بنتوزيس. يعني مثلا أنا لو خدت الوود شوجرز أو بيسموه زيلانز، تمام؟ ده عبارة عن الوود شوجرز. لما باجي أعمل له هيدروليسيز يبدأ يديني مين؟ يديني زيلوز. ممكن احيانا بيجي من الجامز، عارفين ان الجامز ده بيبقى بوليساكارايدز، نفس القصه. ممكن انا اعمل له هيدروليسيز ويدينا الانديفيدوال بنتوزيس. طبعا الموست ناتشرالي اوكيرنج بنتوزيس بيبقوا اللي هم ايه، موجودين في هيئه الدوزيس او الهيديك فورم، بسميهم الدو بنتوزيس، تمام. واتفقنا قبل كده ان احنا ممكن انا من خلال كل البنتوزيس بيبقى لها جنرال ستراكشر اللي هو CHO في الأول، مجموعة الألدهيدك، وبعد كده CHOOH الكل ثلاثة، وبعد كده CH2OH، وبعد كده على حسب طبعا الأورينتيشن بتاع الهيدروكسيل جروب الموجودة بتدينا الديفرنت بنتوزيس. في أكتر ثلاثة بنتوزيس معروفين جدا ومشهورين، وهم الموست كومن اللي هم الريبوز والأرابينوز، بالإضافة إلى مين؟ بالإضافة إلى الزيلوز. أول حاجة الريبوز دي عبارة عن constituent of several coenzymes، زي مثلا ريبوغلافينز. في 2 ريبوز أو دي ريبوز و 2 دي أوكسي ريبوز constituent. دي عبارة عن constituent بتاعت النيوكليك أسيدز، سواء كانت بتاع الأنيمال أو بتاعت بلاند سيلز. طبعا طبيعي ان انا لو عايز احصل على الريبوز او 2 دي أوكسي ريبوز، احنا اتفقنا يعني ايه 2 دي أوكسي، معناها دي اوكسي شوجرز، يعني شوجرز ما فيهاش او اتش. فهنا على حسب وضع الاو اتش اللي هي مش موجوده في الشوجرز، انا بسمي الشوجرز سواء اقول 2 دي اوكسي او 3 دي اوكسي او 6 دي اوكسي. فهنا الريبوز او 2 دي اوكسي ريبوز دول بيبقى كونستيتوانت من النيوكليك اسيد، فممكن احصل عليهم من الهيدروليسيس بتاع الار ان اي. ده اللي هو الريبوز. بعد كده الارابينوز او بيسموه البيكتين شوجر، ده بيبقى موجود في الجامز وفي الهيموسيلولوز والبيكتيك ماتيريالز، وكمان بتكون موجودين في السيل وول بتاع البكتيريا، بيبقى البكتيريا السيل وول او بوليساكارايدز. الارابينوز هنا بيبقى هو المور كومن ان نيتشر عن الدي ارابينوز. طيب انا احصل عليها ازاي؟ ال ارابينوز، اتفقنا ال ارابينوز هو ايه؟ الموست كومن او المور كومن ان يتشر عن الدي. على هذا الاساس هيبقى فيه تو ايزومر، ال ايزومر والدي ايزومر. لو انا عملت اسيد هيدروليسيس للجمس مع دايلوت اسيد، وليكن مثلا دايلوت سلفوريك اسيد، يبقى هنحصل من ضمن الحاجات على ال ارابينوز. احيانا تانية بيبقى موجود ال ارابينوز في بعض الجلايكوسايدز، اتفقنا يعني كلمه جلايكوسايد شوجر بارت ونان شوجر بارت. فانا ممكن الاقي كوارسيتين مثلا او جلايكوسايد او او ارابينوزايد، فلما اعمل هيدروليسيس عن طريق ال اتش سي ال او عن طريق الانزيماتيك هيدروليسيس كمان، هيدينا هنا طبعا الشوجر بارت اللي هو ال ارابينوز والنان شوجر بارت. طبعا ده الاستراكشر بتاع الدي ريبوز والال ريبوز، ده الدي وده الال ريبوز. في بعد كده ده الاستراكشر بتاع الارابينوز اهو، الدي ارابينوز والاستراكشر بتاع الال ارابينوز. طبعا احنا الاستراكشر دي المفروض معانا ونعرف الاستراكشر بتاعها. في بعد كده الزيلوز او بيسموه الوود شوجر، من اسمه كده وود شوجر، بيبقى موجود في بعض الوودي ماتيريالز اللي هي الخشب، وبيجي ايضا كمان من الكوتون والسترو او هو القش بتاع بعض الفاميلي جرامينا زي القمح والشعير. الزيلوز ده طبعا احنا اتفقنا هو ده بنتوزيس، والموست كومن هو الدي ايزومر.
ليه استخدامات مهمة جدا، إن هو بيستخدم في diagnosis of celiac disease and bellagra. celiac disease ده يعني disease بيبقى موجود في الانتستين، حامل زي الاوتوميون ديزيز، بيحصل بسبب الهايبر سنسيتيفيتي للجلوتين، نتيجة لذلك بيحصل تستروفي او اختفاء للفيلاي. الفيلاي دي حاجة بتبقى داخل الانتستين، هي المسؤولة عن عملية الابزوربشن بتاع الكربوهيدرات او بتاع اي حاجة احنا بايه بيحصل لها ديجستشن داخل الاستومك. لو حصل لقوا ان الزينوز ده بيبقى يحصل له اكسكريشن من خلال الايه، من خلال اليورين. طيب لو حصل لاي سبب من الاسباب ان عندي مشاكل في الانتستين، فانا مش هلاقي الزيلوز فين؟ في اليورين. احنا اتفقنا ان الزيلوز ده بيحصل له ابزوربشن من الانتستين، وبعد كده بيروح طبعا في البلد يوصل للكدني، ومن خلال الكدني المفروض يحصل له ايه، يحصل له اكسكريشن داخل اليورين. فانا لو ما لقيتش الزيلوز عندي، انا بدي جرعه من الزيلوز وبعد كده بشوف بعد فتره بكشف عنها في اليورين. طب انا لو ما لقيتهاش في اليورين، ده معناها ان ما حصل لهاش ايه، ما حصل لهاش ابزوربشن. فنتيجه لذلك انا قدرت من خلال القصه دي ان انا اعمل ايه، دياجنوستيك، لان في عندي مشكله موجوده داخل الانتستين. في بعد كده السيليك ديزيز او البلاجرا، او بيسموها الديفيشنسي اوف فيتامين بي 3، ودي زي ما قلت لك برضه نفس القصه، اللي هو بيبقى فيه انابيليتي تو ابزورب النياسين، او بيسموه الفيتامين بي 3، ماشي، اللي هو اوريدي جاي من التريبتوفان امينو اسيد، فده بيدينا البلاجرا او مرض البلاجرا. وده زي ما احنا شايفين في الصوره بيبقى كاركترستيك بوجود سكيلي سورز او قشور موجوده على البشره، وبتبقى موجوده كمان اكتر في الهاند او في الفيس. وده طبعا زي ما قلت لك بيجي بسبب بيبقى مصحوب ايضا كمان بمنتال سيمبتومز، وده سببه زي ما قلت لك ان هو انديفيشنسي في الابزوربشن بتاع مين، فيتامين بي 3. طيب في بعد كده من ضمن الشوجرز المهمه اللي هي الابيوز. الابيوز ده ليه قصه، ان هو زي ما احنا شايفين ربطه الايه دي الكزبره ولا البارسلي، اللي هو الكزبره، لا مش الكزبره، دي البقدونس، خلاص. فموجود هما في لقوا في أبين جلاكوسايد، ده جلاكوسايد موجود في ربطة الكسبرة دي أو موجود في الليفز بتاعتها. فالأبيوز ده بيبقى برانشيد شوجر. إيه معنى برانشيد؟ يعني بيجي هما خمس كربونات، بس بيجي في الكربونة رقم ثلاثة وبيحصل إيه؟ برانشينج. معنى برانشينج احنا متعودين يبقى فيه بعد كده CHOH، وبعد كده في الاخر خالص فيه CH2OH. فهنا نتيجة لعملية البرانشينج هيبقى عندي ايه، في اتنين CH2OH هنا. يعني لو انا هعمل بروتون NMR هلاقي فيه اتنين CH2OH. في بعد كده هناخد الهيكسوزيس، ده كله احنا بنتكلم دلوقتي فين، في المونو ساكارايدز. الهيكسوزيس دول من اسمهم كده عبارة عن كربوهيدرات بيتكونوا من ايه، من 6 كربون اتومز. طبعا في حاجات مشهورة جدا واشهرهم طبعا اللي هو الجلوكوز او الدكستروز. والجلوكوز او الدكستروز ده يعني المفروض ان هو الموست كومون اورجانيك كومباوندز موجود سواء كان في البلانتس او في الانيمالز، تمام. وبيبقى موجود زي ما قلت لك على هيئة اما فري او على هيئة كومبايند. الكومباين طبعا اللي هو بالتحديد مع بعض، زي مثلا الستارش او زي حتى جلايكوجين الموجود في الليفر اللي هو موجود في الانيمالز. طب انا لو عايز احصل على الجلوكوز احصل عليه منين؟ طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان الستارش عباره عن مليونز اوف جلوكوز يونتس. انا ممكن اعمل لها ايه، هيدروليسيس للستارش عن طريق مثلا 0.03 نورمال اتش سي ال، بعد كده اعمل له اوتوكلافنج عن 150 درجه لمده 30 دقيقه، فبعد كده بعمل نيوتراليزيشن والصوديوم كربونات، فهنا انا كده عملت كومبليت هيدروليسيس للستارش وتحول لي الى جلوكوز. طبعا استخدامات الجلوكوز كتيره جدا، بيستخدم طبعا كنيوتريانت، بيبقى موجود من ضمن الحاجات اللي هي الانتي كوجلانت سيتريت ديكستروز سوليوشن،
وفي نفس الوقت برضه احنا عارفين لما نيجي نتبرع بالدم مثلا بيبقى اوريدي كيس الدم ده بيبقى فيه جزء قبل ما انا اتبرع بالدم لازم بيكون فيه حاجه انتي كواجولانت، وبتبقى فيه طبعا اللي هو من ضمن الحاجات البفر، وفي الدكستروز. يعني انا لما اجي اتبرع مش كل الكيس الدم ده بيبقى عباره عن دم، ده هو اوريدي بيبقى فيه حوالي 100 مللي او 150 مللي عباره زي ما قلت لك بفر بالاضافه الى دكستروز. في من ضمن الحاجات الموجوده عندي الليكويد جلوكوز. الليكويد جلوكوز ده بيجي من بيتكون اساسا من دكستروز وديكسترين ومالتوز اند ووتر. طب انا بحصل عليه منين؟ بعمل كنترولد اسيد هيدروليسيس اوف ستارش، يعني ما بعملش ايه كومبليت هيدروليسيس. لو عملت كومبليت هيدروليسيس هيدينا ايه؟ هيدينا الجلوكوز. انما الليكويد جلوكوز انا بحصل عليه طبعا عن طريق الكنترولد اسيد هيدروليسيس. ممكن طبعا الستارش اي نوع من انواع الستارش ممكن استخدمه، ممكن استخدم الكورن، ممكن استخدم الميز، او هنا لو اني اكتر حاجه بتدينا يلد كويس اللي هو الكورن ستارش. طبعا الليكويد جلوكوز بيستخدم مينلي كسويتنينج ايجنت، ده بيبقى كسبستيتوانس او كسبستيتيوشن للسكروز، تمام. احيانا برضه بيستخدم كاكسيبيانت في صناعه البيلز في الصدرانيات، بيستخدم كمان في صناعه الكاندي او الحلويات، الكربونيتد بيفرج اللي هي المشروبات اللي بتبقى فيها زي الكولا والبيبسي والحاجات دي كلها، ممكن استخدمه في الايس كريم اند كمان في البيكر برودكتس او المنتجات اللي هي بعملها في المخابز. طبعا من ضمن الحاجات برضه ان في عندنا اللي هو بيسموه الجلوكوز او الدكستروز انفيوجن، يعني احيانا بيكون في المنت او في ديفيشنسي في ان حد محدش عارف ياكل كويس بسبب مرض معين او حاجه، فلازم انا اديله الجلوكوز ده كسبلمنت عن طريق اللي هو الانفيوجن، تمام. في بعد كده فركتوز، ليه اكتر من اسم. الفركتوز بيسموه اللوفيولوز او بيسموه احيانا الفروت شوجر، زي انه موجود اكتر حاجه في الفروت، ودي زي ما قلت لك نفس القصه انا بحصل عليه منين ككوميرشال سورس. احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها الانيولين. الانيولين ده عباره عن بوليساكارايدز بيتكون مينلي من فركتوز، زي ما عندنا الستارش عباره عن بوليساكارايدز بيتكون مينلي من الجلوكوز، هنا الانيولين عباره عن بوليساكارايد بس اليونت بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن فركتوز. فلما اجي انا اعمل اسيد هيدروليسيس او كومبليت هيدروليسيس للانيولين هيدينا في الاخر ايه؟ هيدينا في الاخر الفركتوز. او احيانا ثانيه ممكن احصل عليه مثلا من السكروز. السكروز اللي احنا بنحل بيه ده عباره عن دايساكارايدز، سكر ثنائي بيتكون من ايه؟ من جلوكوز اند فركتوز. فانا لو عملت انزيماتيك هيدروليسيس عن طريق الانفرتيز انزيم هيحول لي هنا طبعا هيكون لي عندي جلوكوز اند فركتوز، يبقى هنا في تو سورسز للبريبريشن بتاعته. طبعا هو بيستخدم كسويتنرز للناس اللي هم دايابيتيك بيشنتس، الناس اللي هم عندهم السكر، لان هو بيبقى افضل من الجلوكوز، بيبقى ايزلي دايجستد عن الجلوكوز، فعشان كده هو ممكن بيبقى موجود في الفيدنج فورمولا او الالبان والفورمولا تبقى للاطفال الصغيرين، بيحط بدل الجلوكوز بيحط ايه؟ بيحط فركتوز، لان بيبقى زي ما قلت لك ايزلي دايجستد، يعني سهل الهضم عن الجلوكوز. في بعد كده طبعا الاستراكشر بتاعنا اهو، واحنا طبعا يعني مطالبين بالاستراكشر دي كلها في الفايتو، احنا قلنا اتفقنا ان فايتو كيمستري تساوي ايه؟ استراكشرز. في بعد كده الجالاكتوز او اسمه كده الجالاكتوز، ولو بصينا عليه برضه نفس القصه من ضمن الحاجات هم الهيكسوزيس، بيجي من السورس بتاعه الاسيد هيدروليسيس بتاعت الناتشرال لاكتوز، يعني في لاكتوز عندنا موجود، اللاكتوز بيتكون من جالاكتوز اند جلوكوز، انا لو عملت اسيد هيدروليسيس او انزيماتيك هيدروليسيس هيدينا من ضمن الحاجات اللي هي الجالاكتوز. الجالاكتوز بستخدمه احيانا تو ديتيرمين ليفر فانكشن تيست، على اساس ان هو في الناس اللي هم النورمال اللي ما عندهمش مشاكل في الليفر بيروح على الليفر يحصل له ميتابوليزم فمش هيظهر لي في اليورين، خلاص. انما لو كان انا عندي مشاكل في انزيمز ديفيشنسي في الليفر او في مشاكل في الليفر فهيظهر لي طبعا هنا اللاكتوز او الجالاكتوز، سوري، هيظهر لي فين؟ هيظهر لي في اليورين. فظهور الجالاكتوز في اليورين ده معناها ان عندي ايه؟ ليفر ديسفانكشن.
في بعد كده من ضمن الحاجات اللي بتبقى بيسموها مونوساكارايدز اللي هو بيتا دي جلوكوز امين او جلوكوز امين. هنا من اسمه جلوكوز امين، يعني انا عندي الجلوكوز هعمل سبستيوشن لاو اتش من الاو اتشات اللي عندي اللي هم الخمسه بايه؟ بمجموعه امين جروب اللي هي ال ان اتش 2. فهنا هيدينا حاجه اسمها ايه؟ اسمها جلوكوز امين، او بيسموهم اسم ثاني بيسموهم امينو شوجرز. وده طبعا بيبقى الجلوكوزامين او الامينو شوجرز عموما بيبقى كونستيتوانتس من حاجه اكبر اسمها الموكوبولي ساكارايدز، هنتكلم عليهم بعد كده. هنا بالمثل مثلا الجلاكتوزامين، لو انا عملت هنا زي ما احنا شايفين سبستيتيوشن لاو اتش في الوضع مثلا هنا رقم 2 بايه؟ بان اتش 2. تمام. في بعد كده المنوز، ده من ضمن الحاجات اللي هي احنا قلنا ايه اللي هو الهيكسوزيس، ودي يعني هي بيقول لك not known to occur in free state in nature، وفي الغالب مش موجود كمنوز لوحده كده، لا ده هو دايما في الغالب بيبقى موجود مع other polysaccharides. اكتر حاجة موجود فيها اللي هي السيدز بتاعت الديتس والكوفي والايفوري نوتس، طبعا هو ليه sweet taste. وبعد كده انا ممكن لو هو موجود في عندنا في المعمل في الاول يدينا سويت تيست وبعد كده فولود باي بيتر وان. طبعا طبيعي زي ما احنا قلنا هو مش موجود في فري ستيت، فانا بحصل عليه عن طريق ايه؟ الاسيد هيدروليسيز بتاعه الهيموسيلولوز السيل وول بتاع مثلا السيد بتاع الايفوري نوت او السيد بتاعه الديت او الكافي، بعمل هيدروليسيز للبوليساكاريد بتاعتهم هتدينا المنوز. المنوز لو عملت له ريدكشن زي ما احنا اتفقنا بيتحول الى ايه؟ الى المانيتول. خلاص مجموعه السي اتش او الاولانيه دي بتتحول الى سي اتش 2 او اتش. فهنا طبعا المانيتول زي ما قلت لك نوت ابزوربد فروم الجي اي تي، عشان كده زي ما قلت لك ما ينفعش استخدمه ايه؟ اورالي عن طريق الفم. انا لازم عشان خاطر استخدمه كدايوريتك لازم اديه على هيئه ايه؟ انفيوجن. لان هو انا لو خدت اورال مش هيحصل له ايه؟ ابزوربشن من الانتستين، فلازم اديه على هيئه انفيوجن اللي هو ايه؟ داخل الوريد، فهيوصل الدم على طول وبعد كده هيروح على الكدني هيدي الدايوريتك افكت بتاعه. في الغالب طبعا يا اما انا اعمله انفيوجن لوحدي او مع السلاين سوليوشن او الصوديوم كلورايد. طبعا عمليه ان انا بستخدم الدايوريتكس في التريتمنت اوف هايبرتنشن دي بنسميها اوزمو ثيرابي، يعني لو عايزين تبصوا عليها في النت ممكن تكتب اوزمو ثيرابي، ده هيدي لك الميكانيزم اوف اكشن بتاعها وبتتعامل ازاي. في بعد كده طبعا احنا خلينا دلوقتي خلصنا البنتوزيس والهيكسوزيس. طب ايه الفرق بين البنتوزيس والهيكسوزيس؟ اول حاجه البنتوزيس احنا اتفقنا ان هي انفيرمنتد باي ييست عكس الهيكسوزيس. الهكسوزيس انا ممكن اعملها فيرمنتيشن، طبعا من ضمن الحاجه اللي بتتكون دي الاثيل الكحول، انما البنتوزيس هنا ما بيحصلهاش ايه؟ فيرمنتيشن عن طريق اليست. طيب انا عايز اعمل كيميكال تيست، الكيميكال تيست اللي بيفرق لي بين الاثنين حاجه بيسموها الفورفورال. تمام. لو ان البنتوزيس لما اجي اعملها هيتنج مع دايلوت اسيد ومع الارسينول هيدينا ايه؟ هيدينا الفورفورال. طب بكشف عنه ازاي؟ ان انا بعد ما اعمل القصه دي بجيب نقطه على فلتر بيبر واعملها سبرينج مع انيدين اسيتيت هيدينا بريليانت ريد ستين، فده انديكيشن على وجود البنتوزيس او اتكونت البنتوزيس. طيب مع الفلوريد مسنور والاتش سي ال هيدينا ريد كلر، ده اللي هو مين؟ اللي هو البنتوزيس. مع البايلز ريجنت، البايلز ريجنت ده عباره عن ارسينول اللي هو الفينوليك مع الفيريك كلورايد، ده هيدينا دارك جرين كلر. خلاص؟ وده كل التستات دي خاصه بمين؟ خاصه بالبنتوزيس. انما الهكسوزيس بدل ما تدينا الفورفورال بتدينا حاجه، ده الاستراكشر بتاع الفورفورال اهو عباره عن فلار رينج وسي اتش او، هنا بيدينا حاجه اسمها ايه؟ هيدروكسي ميثايل فورفورال. الهيدروكسي ميثايل فورفورال ده بيتكون مع مين؟ مع الهكسوزيس، ده بيدينا براون كومبلكس مع مين؟ مع البايلز تيست. انما هناك مع البنتوزيس كان بيدي ايه؟ كان بيدي دارك جرين كلر. يبقى كان هنا التيست بيفرق بينهم في اكتر من حاجه، اللي هو البايلز تيست بالاضافه
الى الفورفورال. ده الاستراكشر طبعا بتاع الارسينول مع الفيدرو كلورايد، واتفقنا ان هنا البنتوزيس اهي مع بتدينا الفورفورال، وبعد كده الفورفورال نفسه بفعله مع الارسينول في وجود الفيدرو كلورايد بيدينا بلو جرين كومبلكس. هنا الهكسوزيس هتدينا زي ما قلت لك مع الديلوت اسيد اللي هي بدل ما هنا هتدي الفورفورال البنتوزيس، الهكسوزيس هيدينا 5 هيدروكسي ميثايل فورفورال، وبعد كده مع الارسينول في الفيدرو كلورايد هيدينا ايه براون كومبلكس. الامور بتهيالي مفهومه والامور ماشيه دلوقتي. في بعد كده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره الاولانيه اللي هما الدي اوكسي شوجرز. معنى كلمه دي اوكسي من اسمها كده يعني شوجرز منزوعه 1 اور مور هيدروكسيل جروب، وقلنا احنا بنسمي الشوجرز ده على حسب الكربونه اللي تم نزع منها ايه الهيدروكسيل جروب. ففي 2 دي اوكسي ده معناها ايه؟ ان انا شلت او اتش موجوده فين؟ في الكربونه رقم 2. احيانا تانية بتبقى في 2 بوزيشنز الاثنين والسته، فاقول مثلا ايه 2 6 دي اوكسي شوجرز، دي معناها ان ايه في دي اوكسي شوجرز منزوعه من الوضع 2 والوضع 6. احيانا في 6 دي اوكسي شوجرز لما بيكون منزوعه من الوضع من البوزيشن نمبر 6. الدي اوكسي شوجرز او بيسموهم احيانا ميثايل بنتوزيس. الدي اوكسي شوجرز دول مهمين جدا لان بيكونوا لي كونستيت وانس او بيكونوا لي الشوجر بارتس بتاع الجلايكوسايدز اسمهم الكاردياك جلايكوسايدز. الكاردياك جلايكوسايدز دول من اسمهم كده جلايكوسايدز ليهم تاثير مهم جدا على الهارت، وبيستخدموا في الكونجستيف هارت فيلير، وموجودين في الصيدليه في صوره اقراص اللي هي اسمها اللانوكزين، الماده الفعاله اللي فيها عباره عن ديجوكسين او ديجيتوكسين، ودي عباره عن ايه احنا قلنا كاردياك جلايكوسايد. ومعنى كلمه جلايكوسايد شوجر بارت، وهنا شوجر بارت، والشوجر بارت اللي موجود هنا عباره عن دي اوكسي شوجرز. طب انا في تيست معين بعمله بكشف بيه عن وجود الدي اوكسي شوجرز. طبعا في الاول ممكن اعمله دايركت على الجلايكوسايد اللي موجود فيه الدي اوكسي شوجرز، او ممكن اعمله افتر هيدروليسيس. التيست ده اسمه كيلر كلياني تيست. الكيلر كلياني تيست زي ما احنا شايفين البروسيجر بتاعه موجود اهو دايركت. الريزلتس بتاعته بتتكون نتيجه او بيتكون عباره عن ايه؟ بلو كلر او بلو رينج بتتكون لي ان بتوين التو ليرز الموجودين عندي. في ابر ليرز وفي لور ليرز اهي، بيتكون عندي ايه؟ بلو كلر بيتكون لي ان بتوين ذا تو ليرز. تمام؟ يبقى طبعا في اكزامبلز للتو دي اكس شوجرز زي مثلا الديجيتوكسوز ده عندي 2، الوضع 2 والوضع رقم 6. السيماروز ده اكزامبلز ل 3 دي اكس شوجرز. ده الاستراكشر بتاعهم اهو زي ما احنا شايفين. لو بصينا على الرامنوز طبعا وجود الشرطه دي او البوند دي عباره عن او اتش، هنا في او اتش وهنا في او اتش وهنا في او اتش وهنا في او اتش. هنا المفروض عندي انا هنا هيكون في ايه؟ سي اتش 2 او اتش، انما هنا ما فيش غير سي اتش 3. ده معناها ايه؟ ان هنا في الرامنوز اللي هو اكزامبل لمين؟ لل 6 دي اوكسي شوجرز. تمام؟ نبص على الديجيتوكسوز فين هنا؟ مفيش او اتش، الوضع رقم 2 والوضع رقم 6. فده اكزامبلز اللي بيسميه ايه؟ 2 6 دي اوكسي شوجرز. من ضمن الحاجات برضه السيماروز. تمام؟ السيماروز احيانا ثانيه كمان بتبقى فيه ايه حته ان احيانا بيبقى فيه مش منزوعه الاو اتش، لا ده بتبقى الاو اتش متحولت الى او سي اتش 3. زي هنا مثلا السيماروز. يبقى هنا السيماروز انا بقول عليه ان هو ايه؟ في ايثر هنا في الوضع رقم 3. كل دول بيبقوا موجودين زي ما قلت لك فين؟ في الشوجر بارت بتاع الكاردياك جلايكوسايدز. بكده يبقى احنا خلصنا الحته بتاعت المونوساكارايدز اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هو مينلي عباره عن هيكسوزيس اند بنتوزيس. هنيجي بعد كده حاجه بيسموها الاوليجوساكارايدز. من اسمهم كده اوليجوساكارايدز، يعني عباره عن كوندنسيشن برودكت ل 2 الى 10 من السيمبل شوجرز. السيمبل شوجرز اللي احنا قلنا عليهم اللي هم هيكسوزيس اند بنتوزيس من 2 ل 10. احنا هناخد اكزامبلز على كل واحده من دول. طبعا اللينك اللي بيحصل هنا بين تو شوجرز ممكن يكون اي بوزيشنز 1 4 1 6 1 5 وتبقى اي حاجه، بس في بوزيشنز بتبقى مشهوره يعني 1 4 يعني انا عندي مثلا 2 جلوكوز يونتس ماسكين في بعض عن طريق 1 4
السكروز كمثال اللي بنحل بيه ده عبارة عن جلوكوز وفركتوز، واللينك اللي بينهم الوضع رقم واحد في الجلوكوز مع الوضع رقم اثنين في مين؟ في الفركتوز، وهكذا. طبعا هنا على حسب اللينك اللي موجود او على حسب الريديوسنج والنون ريديوسنج بيعمل لهم كلاسيفيكيشن لمين؟ للدايسكرايدز. هناخد اول حاجه اللي هو الدايسكرايدز، معنى كلمه داي يعني ايه؟ يعني تو مونوسكرايدز. الدايسكرايدز في منهم ريديوسنج دايسكرايدز وفي منهم نون ريديوسنج دايسكرايدز. اتفقنا يعني ايه كلمه ريديوسنج؟ طيب الريديوسنج دايسكرايدز زي ما قلت لك في الغالب بيبقوا داي هيكسوزس، يعني تو هيكسوزس، والجلوكوز بيمثل لي ايه واحده فيهم. يعني الاقي مثلا ايه جلوكوز وجلوكوز، جلوكوز مثلا ولاكتوز، جلوكوز وفركتوز، فهنا نلاحظ ان الجلوكوز هو العامل المشترك اللي بينهم. واحيانا تاني بيعملوا كلاسيفيكيشن على حسب الايه اللينك اللي موجوده، يعني احيانا يقول لك سي 4 او سي 3 او سي 6. فاكزامبلز مثلا للسي 3 اللي هي التيرانوز، اكزامبل للسي 4 اللي هي المالتوز لاكتوز اند سيلبايوز. يعني ايه معناها السي 4 دي؟ ان اللينك بين التو شوجرز، بين الوضع رقم واحد في الشجر الاولاني مع الوضع رقم اربعه في الشجر الثاني. السي 6 هنا كمثال زي الجنشيوايوز والميليبايوز، ده ايه؟ الوضع رقم واحد في الشجر الاولاني مع الوضع رقم سته في الشجر الثاني. اول حاجه هناخد المالتوز. المالتوز او بيسموه المولت شوجرز، زي ما قلت لك من ضمن الحاجات النوت فاوند ان نيتشر، ولكن ده بيجي عباره عن كونستيتوانس من البوليساكرايدز، خلاص زي مثلا الستارش او الدكسترين. انا ممكن طبعا عن طريق الانزيماتيك هيدروليسيس اللي هو الاميليز، يعني لو حطيت الستارش او الدكسترين عن طريق الاميليز انزيم هيدينا من ضمن الحاجات المالتوز. او لو عملت لو بصينا هنا في الاستراكشر اهو، احنا اتفقنا ان دول عباره عن واحد اربعه. طيب فين الاربعه وفين الواحد؟ ادي اهو دي الكربونه رقم اربعه في الشجر الاولاني مع او الشجر الثاني سوري، مع الكربونه رقم واحد في الشجر الاولاني، خلاص. فدي بسميها ايه؟ الفا 1-4 جلوكوسيديك لينك. طيب انا لما اجي اسميه هنا المالتوز بسميه ايه؟ 1-4 بيتا دي جلوكوبيرانوزايد، الفا دي جلوكوبيرانوزايد. ايه معناها دي؟ انا في الغالب احنا اتفقنا ان اي شوجرز بينتهي في المقطع وخاصه في البوليساكرايدز او في الدايساكرايدز زايد، تمام. هنا على حسب اللينك، نوع اللينك الموجوده هنا في الكربونه رقم واحد او نوع الايزومرز اللي في الكربونه رقم واحد، احنا اتفقنا اما تبقى الفا او بيتا، تمام. فلو كانت اللينك الموجوده بين الاثنين، طبعا انا دايما بنسب للكربونه رقم واحد، فهنا الرابطه دي من النوع اللي هو ايه؟ الفا. عشان كده انا قلت ايه؟ الفا دي جلوكوبيرانوزايد، تمام. ما خلي بالنا من الحته دي. هنا الشجر الاولاني بيتا. بيتا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للكربونه رقم واحد او الاو اتش رقم واحد الموجوده فين؟ اللي موجوده في الشجر الثاني، تمام يا شباب؟ طيب لو انا عملت هنا اسيد هيدروليسيس هيدينا ايه المفروض؟ هيدينا جلوكوز، ده جلوكوز وده جلوكوز، لان هما الاثنين عباره عن تو جلوكوز يونتس، هيدينا الجلوكوز. احنا اتفقنا ان من ضمن الحاجات اللي بعرف بيها نوع اللينك الموجود بين الشوجرز ان انا بستخدم سبيسيفيك انزيم. هنا المالتيز بيعمل هيدروليسيس للبوند اللي هي لما تكون ايه؟ الفا تايب، تمام. يبقى انا عملت هنا عرفت ازاي ان هي نوع الرابطه دي الفا، ان انا استخدمت المالتيز انزيم حصل هيدروليسيس. لو كان السين الرابطه دي بيتا ما كانش يحصل له ايه؟ هيدروليسيس، لان المالتيز انزيم من ضمن الحاجات اللي بتعمل هيدروليسيس للالفا ايه؟ الالفا تايب. استخداماته طبعا بيستخدم كنيوتريانس ان انفنت فورموليشن، وزي ما قلت لك بيبقى ليه انا بستخدم دايما الحاجات اللي هي بتبقى في الانفنتس فورموليشنز؟ لان بتبقى اول حاجه مور ايزلي دايجستد عن السكروز، يعني كبديل للسكر بتاعنا اللي هو السكروز. في بعد كده اللاكتوز او بيسموه الميلك شوجرز، خلاص زي ما احنا شايفين اللينك عباره عن من اسمه كده عباره عن الفا او 1-4 الفا دي جلوكوبيرانوزايل بيتا دي جلاكتوبيرانوزايل. يبقى هنا التو شوجرز عباره عن جلوكوز اند ايه
جلاكتوز. ده الجلاكتوز يونتس اهو، وده الجلوكوز، وزي ما احنا شايفين هنا نوع الربطه اللي بينهم بتبقى عباره عن ربطه بيتا. اللاكتوز طبعا بيمثل عباره عن 5% من هيومن ميلك والكاوز ميلك، تمام. في الغالب بيبقى مش موجود في الهاير بلانتس. طب انا احصل عليه منين؟ زي ما قلت لك ممكن اللاكتوز بيجي من على كوميرشال لارج سكيل من التشيس، اثناء عمليه التشيس مانيفاكتشرنج. عارفين صناعه الجبن، الناس اللي من القرى بيبقى عنديهم اللي هو بيسميه الرغيب، تمام، عايز احوله الى جبنه. عارفين جبنه القريش طبعا، بعد ما يتحول لجبنه قريش يا اخوانا بيبقى في عندي حاجه كده سوليوشن بيبقى لونه اصفر. السوليوشن لونه اصفر ده بيسميه واي، خلاص، عباره عن الاكوا سوليوشن ريمينز افتر ذا ميلك هاز بين كواجوليتد. طبعا في طريقتين للحصول على جبنه القريش زي ما قلت لك، يا اما بتحصل على زبده من الاول وبعد كده بتعمل كواجوليشن للميلك، او بتسيبه براحته وبعد كده بتحصل على جبنه القريش. المهم ان اليولو سوليوشن اللي بيحصل ده بيحتوي على نسبه عاليه جدا من اللاكتوز اللي موجود عندي. فانا لو جبت السوليوشن ده وعملت له ايفابوريشن هيتكون عندي اللي هو مين؟ اللاكتوز، هيحصل له كريستاليزيشن. فدي طريقه سهله جدا. طبعا استخدام اللاكتوز بيستخدم طبعا كنيوتريانس فور انفنتس، وفي نفس الوقت بيستخدم كديلونت ان تابلتس اند بيلز مانيفاكتشرنج. طبعا احنا عارفين ان اثناء عمليه تصنيع التابلتس او البيلز، التابلتس دي مش كلها عباره عن اكتف كونستيتوانت، احنا قلنا بيبقى فيها اذر كونستيتوانتس بسميها الديلونتس، وكل واحد بيبقى له رول موجود، يعني بضيف ستارش، بضيف لاكتوز، بضيف اكتر من حاجه، فكل واحد بيبقى له رولز، والحاجات دي بتحطها في التفصيل مع الصدرانيات. في بعد كده السيليبايوز، ده عباره عن دي جلوكوبيرانوزايل دي جلوكوز. يعني لو نلاحظ هنا ان عباره عن ايه؟ من ضمن الحاجات تو جلوكوز يونتس، ده عامل زي اول واحد خدناه اللي هو المالتوز، بس الرابطه اللي بينهم بتبقى عباره عن بدل ما هي الفا بتبقى عباره عن ايه؟ بيتا. بيتا واحد فوق، خلاص. السيليبايوز ده بيتكون لي ماتيريالز زي الكوتون والبيبر والمملز طبعا زي ما احنا عارفين، لكن الانزيمز اللي هي اللي بتعمل لي هيدروليسيز لمين؟ للسيليبايوز، تمام. السيليبايوز كان نوت بي ديجستد باي هيومن زي ما قلت لك، كان نوت بي فيرمنتد باي ييست، ولكن المالتوز زي ما قلت لك هو الايزومر بتاعه. اللي هنربط الفرق بين المالتوز وبين السيليبايوز هي عباره عن مين؟ نوع اللينك اللي بين الاثنين دول، هنا عباره عن بيتا، انما في المالتوز بتبقى عباره عن الفا، خلاص. عشان كده كان بي دايجستد اللي هو المالتوز كان بي دايجستد وذاوت اني ديفيكولتي عكس السيليبايوز. في بعد كده اللاكتيولوز، اللاكتيولوز ده نوت اوكير ناتشرالي، ولكن هو سيمي سينثيتك او سيمي سينثيتك برودكتس دايساكارايدز، بيتكون من الجلاكتوز والفركتوز، والرابطه بينهم بيتا عن طريق ايه؟ 1-4 زي ما احنا شايفين اهو، واحد ادي واحد اهو مع 4، تمام، جلاكتوز، وده طبعا الفركتوز موجود على هيئه ايه؟ فيورانوز فورم، حلقه خماسيه، يبقى ده فركتوز وده الجلاكتوز. طيب لو اني اللاكتيولوز ده نوت ابزوربد ان جي اي تي تراكت، عشان كده بيستخدم في حاجتين مهمين جدا، بيستخدم كلاكزيتيف، والحته الثانيه ان هو عشان ما بيحصلوش ابزوربشن داخل الانتستين. طبعا احنا عارفين الانتستين بيبقى فيها بكتيريا ربنا خليها بيسموها الانتستينال فلورا، دي بكتيريا نافعه طبعا، بتعمل ايه؟ بتعمل ميتابولايزيشن لللاكتيولوز وتحوله الى اسيدز. الاسيدز دول زي ايه؟ زي اللاكتيك اسيد والفورميك اسيد والاسيتيك اسيد. فهو استخدامه حاجتين زي ما قلت لك، لاكزيتيف افكت بيبقى لوكالي، وبيستخدم فور مانجمنت اوف بورتال سيستميك انكيفالوباثي. الانكيفالوباثي دي بيسموها الغيبوبه الكبديه، بتيجي للناس اللي هم عافانا الله واياكم، الناس اللي هم عندهم سيفير ليفر ديسفانكشن او ليفر سيروزس، خلاص. طبعا الليفر هنا بيبقى الانزيمز بتاعته مش شغاله، فبتعملش ميتابوليزم للبروتينز، تمام، فنتيجه لذلك بيحصل اكيموليشن للامونيا داخل الجسم. طيب انا عايز حاجه تعمل ايه؟ تعمل نيوتراليزيشن للامونيا دي. فهنا اللي بيحصل ايه؟
ان اللاكتيك اسيد والفورميك اسيد اللي اتكونوا نتيجه للتكسير بتاع او الفيرمنتيشن بتاعه البكتيريا اللاكتيولوز هي دي اللي بتعمل نيوترلايزيشن للامونيا اللي هي مصاحبه للانكيفالوباثي دي او بيسموها ممكن تحصل كوما منها او بيسموها الكوما الكبديه. في بعد كده الجينشوبايوز ده طبعا من ضمن الحاجات اللي هي ايه ريديوسينج دايسكارايدز وده اكزامبل للسي 6 معناها ايه سي 6 ان هنا الرابطه بين الكربون رقم 1 في الجلوكوز الاولاني مع الكربون رقم 6 في الجلوكوز الثاني. فهنا 16 بيتا دي جلوكو بيرانوزايل بيتا دي جلوكو بيرانوزايد هنا 2 جلوكوز يونتس وهما الاثنين من النوع ايه من النوع بيتا خلاص. فهنا طبعا دايما انا بقول لك ريديوسينج لان لو بصينا هنا في لسه عندي هنا الكربون رقم 1 في الشجر الاولاني بتبقى 3 معنى فري يعني ايه يعني فيها سي اتش او هي المسؤوله عن الريديوسينج باور. طبعا الجينشوبايوز نوت فيرمنتد باي ييست تمام بيبقى موجود في بعض الاميجدالين جلايكوسايدز اللي موجود في البيتر الموند او اللوز المر وزي ما قلت لك ده ريديوسينج شوجرز. في بعد كده الميلي بايوز ده من ضمن الحاجات برضو النوع اللي هو ايه النوع اللي هو 6 وزي ما احنا شايفين نفس الستراكشر بتاع الجينشو بايوز ولكن هنا الرابطه بتبقى عباره عن ايه عباره عن الفا خلاص. دي بتبقى موجوده في السكريشنز بتاعه البلانت اكستراكتس وبتبقى كومبوننت بتاعه مثلا بعض الويت اندوسبير وبتبقى موجوده برضه في السوي بين روتس اند ستيم اللي هو فول الصويا ده اللي هو مين الميلي بايوز. يبقى الثلاث اربع انواع اللي فاتوا دول عباره عن كانوا ايه ريديوسنج دايسكارايدز ونحن معنى ريديوسنج لان ايه تلاحظ ان في الدايسكارايدز في كربونه او الدهيد جروب لسه افيلابل عشان كده احنا قلنا هي المسؤوله عن ريديوسنج باور. النون ريديوسنج شوجرز هنا هنلاقي ايه من اسمه كده معناها ان التو ريديوسنج جروب في التو يونتس بيبقوا اوكيبايد اوكيبايد في عمليه اللينك اللي موجوده بين التو شوجرز. اكتر مثال اللي هو السكروز عارفينكم هنا السكروز المستخدمه طبعا في كسويتنج ايجنت او بيسموه الكان شوجرز او قصب السكر او بيسموه احيانا بيجي طبعا من على كوميرشال سكيل من الكان شوجر او قصب السكر او البيت شوجر اللي هو مين البنجر. الاستراكشر بتاعه عباره عن 1 2 الفا جلوكوبيرانوزايد بيتا دي فركتو فيورانوزايدز. لو بصينا كده احنا اتفقنا ان الفركتوز الريديوسنج باور بتاعته بتبقى موجوده في الكربون رقم 2 والجلوكوزايد هنا طبعا الرابطه موجوده بين 1 2 1 جلوكوز 2 ايه فركتوز. طيب فعلى هذا الاساس ده انا بسميه ايه نون ريديوسنج شوجرز. ليه نون ريديوسنج شوجرز؟ زي ما قلت لك بسبب ان التو ريديوسنج جروب بيبقى اوكيبايد في اللينك الموجوده بين التو شوجرز. السكروز بيسموه انفيرت شوجر. طب هم ليه سموه انفيرت شوجر؟ تمام؟ احنا اتفقنا ان معظم الشوجرز بيبقى لها اوبتيكال اكتيفيتي خلاص؟ وبعرف الاوبتيكال اكتيفيتي ازاي؟ زي ما قلت لك عن طريق بقيس البوليريمتري بتاعها. لو بصينا هنا في السكروز تمام نلاحظ ايه ان الالفا دي بتاعته عند 25 كانت كام 66.6 درجه وزي ما احنا شايفين بتبقى عباره عن ديكسترو. احنا عارفين يعني ديكسترو يعني ليفو. هنا بعد ما انا عملت هيدروليسيس تمام حصل هنا انفيرشن في الكونفيجوريشن بتاعت الشوجرز وتحولت الى الانفيرت شوجر. الانفيرت شوجر لو بصينا هنلاقي ايه الالفا دي بتاعته عباره عن ماينس 20.4 تمام. طبعا هنا بعد الهيدروليسيس ادانا الجلوكوز والفركتوز وده الالفا دي بتاعت الجلوكوز وبتاعت الفركتوز ولكن طبعا هنا زي ما احنا عارفين بيحصل بنوصل لمرحله اللي هو التوتوميريزم وبيدينا الايه الميوتاروتيشن والنت ريزلتس بتاعت الانفيرت شوجر بتبقى عباره عن ايه ماينس 20.4. نلاحظ حاجه هنا ان الايه
ان الاوبتيكال اكتيفيتي او الاوبتيكال روتيشن حصل لها تشينج من الديكسترو الى الليفو روتيشن بعد ما عملت ايه هيدروليسيس. عشان كده انا بسمي الشوجر ده بسميه انفيرت شوجر. معنى انفيرت يعني العلامه بتاعته اتعكست من ديكسترو الى ايه الى اللي هو الليفو. تمام مفهومه دي. في بعد كده من ضمن النون ريديوسنج ده شوكر دايسكارايدز اللي هي تريهالوز. فبصينا على التريهالوز ده زي ما قلت لك عباره عن دايسكارايدز بيبقى موجود في اليست والفنجاي والالجي وزي ما قلت لك نون ريديوسنج شوجر دايسكارايدز ودازنت فاوند ان بلانتس يعني جميل اللي بتبقى موجوده في الفطريات او في الالجي والحاجات دي. طيب الفطريات طبعا زي ما قلت لك والالجي والحاجات دي ما بيبقاش فيها يا اخوانا ما بيبقاش فيها كلوروفيل فما بيقدروش يعملوا سينثيسز للجلوكوز اللي هو بيتم طبعا عن طريق عمليه الفوتوسينثيسز ومن ثم بيستخدموا التريهالوز ده كايه كستارتنج او كريزيرف ماتيريالز فور فود سبلاي انستيد اوف ايه اوف ستارش. لو بصينا على البروبرتيز بتاعته هنلاقيه ان هو ليه سويت تيست وليه هاي سبيسيفيك روتيشن بتوصل لحد بلس 197 او اتس ديفيكلت تو بي هيدرولايزد باي اسيدز. طب بيحصل لها هيدروليسيس بايه؟ عن طريق سبيسيفيك انزيمز بيسموها تريهاليز انزيمز. تريهاليز انزيمز دي بتبقى موجوده طبعا داخل اليست سبيشيز والفنجاي. لو بصينا في الاستراكشر بتاعه عباره عن تو جلوكوز يونتس والربط بينهم بتبقى عباره عن ايه؟ الفا 1 1. عشان كده هو ايه؟ نون ريديوسنج. ممكن تجي لك اكتر من حته يعني تمام؟ ليه هو نون ريديوسنج هنا؟ بسبب ان الرابطه الموجوده بتبقى بين الجلوكوز التو جلوكوز يونت في البوزيشن رقم 1. في بعد كده الهاني احنا خدناه قبل كده، الهاني اللي هو العسل وده زي ما قلت لك عباره عن شوجر سكريشنز بيبقى جاي من الهاني كامب بتاعه الهاني بيز اللي هي الاسم بتاعها العلمي ابيس ميليفيرا والاذر سبيشيز فاميلي ابيدي. وطبعا زي ما قلت لك لو بصينا على الكيميكال كومبوزيشن بتاع الهاني بتلاقيه بيتكون مينلي من الديكستروز او جلوكوز اند لوفيولوز او الفركتوز. وطبعا في سمول اماونتس اوف ووتر طبعا ده اللي مش مغشوش والسكروز بيبقى من 2 الى 10%. طبعا في ديكسترين واكس بروتينز ولاتايل اويلز مينرالز اسيدز اند كلرنج فليفرنج كومبوننتس. وبيحتوي طبعا على لوت اوف فيتامينز زي فيتامين بي 1 وبي 2 نيكوتينيك اسيد اند فورميك اسيد. طبعا الفولاتيل اويل بيعتمد الموجود فيه الهاني ده بيعتمد على نوع العسل او النحله كانت بتتغذى على ايه. يعني احيانا بتتغذى على مش عارف في عسل برسيم في عسل لارنج في عسل برتقان في على حسب الموسم بتاعها. طبعا استخدامات العسل كتيره جدا بتستخدم ك ديمالسنت وك سويتنر في الكاف ميكشر. هنلاحظ في برضه بعض المستحضرات الموجوده في الصيدليه اللي هي مستحضرات الكف هنلاقي فيها الهاني زي البلسم شراب وزي يعني مستحضرات كتيره. برضه بيبقى في احيانا بيبقى موجود في بعض المستحضرات التجميل زي الشامبوز وزي الفيس بودي اند هيومن كريمز والهاند كريمز اند لوشنز. برضه العسل من ضمن الحاجات اللي ليها انتي مايكروبيال اكتيفيتي. طبعا ده بيبقى جاي منين؟ بيبقى انت لما تيجي مثلا تعمل ابلاي للعسل على حته مثلا فيها عايز تعمل لها ديسانفكتنت او فيها بكتيريا فطبعا بتعمل حاجه بيسموها لوكالي هاي اوزمولاريتي تمام؟ فبتعمل الانتي او الانتي بكتيريال اكتيفيتي خلاص؟ او يا اما بسبب ان هي الهاني بيحفز الانزيماتيك برودكشن اوف هيدروجين بيروكسايد. احنا عارفين ان الهيدروجين بيروكسايد من ضمن الحاجات اللي بيبقى لها ايه انتي بكتيريال اكتيفيتي او انتي مايكروبيال اكتيفيتي خلاص. في بعد كده تراي ساكرايدز من اسمهم كده تراي ساكرايدز يعني ايه يعني اوليجو ساكرايدز بيتكون من 3 شوجر يونتس. طيب دول برضه في reducing and non-reducing types. طيب reducing type ده بيبقى موجود في الغالب في البلانت جلايكوسايد زي حاجه بيسموها المانوترايوز. non-reducing trisaccharides هناخد اكزامبل ليهم واحد اللي هو الرافينوز. الرافينوز او بيسموه الميليتوز او ميليترايوز ده بيبقى موجود في small quantities في الشوجر بيت
احنا قلنا عليهم السكر بتاع البنجر and appreciable quantities بتبقى موجودة في الكوتون سيدز تمام بذور الكوتون والسوي بينز and other oil seeds خلاص. طيب الاستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين لو بصينا عبارة عن ثلاثة ماشي عبارة عن فركتوز وجلوكوز بالإضافة إلى جلاكتوز يونت. ده الاسم بتاعه عبارة عن ألفا دي جلاكتوبيرانوزايل 1,6 ألفا دي جلوكوبيرانوزايل 1,2 بيتا دي فركتو فيورانوزايلز. طيب لو بصينا هنا على الجلاكتوز والجلوكوز نلاحظ ان هنا الجلوكوز هو عبارة عن السنترال وان يعني الجزء اللي في النص وبعد كده في الفركتوز وفي هنا مين وهنا في الجلاكتوز. نلاحظ حاجة هنا لو بصينا لو خدنا الجزء الأولاني ده اللي هو الفركتوز والجلاكتوز ده عبارة والجلوكوز سوري ده عبارة عن ايه؟ ها نسمع واحد بيقول اه عبارة عن سكروز. طيب ده بيدينا حاجة مهمة جدا بعملية الهيدروليسيس بتاعه. الهيدروليسيس بتاعه ممكن يتم عن طريق تو انزيمز. نلاحظ هنا ان في اللينك اللي بين الشجر الاولاني والشجر الثاني عبارة عن الفا واللينك اللي بين الجلوكوز وبين الفركتوز عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيتا. على هذا الاساس الانفرتيز انزيم هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي هيدروليسيس للسكروز بارت بتاع المولكيولز عشان يدينا الميلي بايوز بالاضافه الى الفركتوز. يعني هو كاني الانفرتيز هنا احنا عارفين ان الانزيماتيك هيدروليسيس بتشيل لي ايه؟ بتشيل لي 1 يونت. هنا هو راح عامل شال لي الفركتوز وخلى لي دايساكارايد اللي هو بيسميه ايه؟ الميلي بايوز. طيب لو بصينا على الايمالسين، الايمالسين ده عباره عن انزيمز بيحتوي الفا جلاكتوزيديز as well as بيتا جلوكوزيديز. هنا هيحمل هيدروليسيس للميلي بايوز ريزيديو عشان يدينا الجلاكتوز اند سكروز تمام. في بعد كده السترونج اسيد احنا عارفين بتعمل هيدروليسيس للمولكيولز كله وهيدينا طبعا جلوكوز فركتوز اند جلاكتوز ماشي. طيب لو بصينا على اليوزس بتاعته طبعا ده زي ما قلت لك كل اغلب الشجر زول بيبقوا انديجستبل كربوهيدراتس ف بيبقى بيدي بعض ممكن استخدمه كسبستيتوانس ل زي ما قلت لك للسكروز او للجلوكوز للناس اللي هم دايابيتك لانه زي ما قلت لك بيبقى لو كالوري. في بعد كده هناخد وان اكزامبل للتترا ساكرايد من اسمهم كده تترا ساكرايد يعني ايه؟ يعني اوليجو ساكرايد بيتكون من 4 مونو ساكرايد يونت. هناخد هنا مثلا الاستاكيوز ده اكزامبلز واحد هناخده زي ما احنا شايفين بيتكون من 4 يونتس. الفور يونتس دول عباره عن جلاكتوز جلاكتوز جلوكوز فركتوز تمام. هنا طبعا في لينك بين تو كل اثنين شوجرز. اللينك ده في الشوجر الاولاني والثاني بيبقى الفا والاثنين التانيين برضو بيبقى عباره عن الفا خلاص. ده احنا بس هناخد ايه كاسم ليه حتى بالشرط تعرف كمان الاستراكشر بتاعه بس هو عباره عن استراكشر واحد من التترا ساكرايدز. بكده بنيجي لنهايه المحاضره دي وطبعا هناخد ان شاء الله المحاضره القادمه ان شاء الله البولي ساكرايدز. طبعا يعني ان شاء الله تكون المعلومه واصله. انا حاسس ان الجزء سهل يعني ما فيهوش حاجه صعبه. لو في اي استفسارات او اي اسئله طبعا انتوا احنا بنتواصل معاكم بكل الطرق عن طريق الواتس او عن طريق الماسنجر او عن طريق التليفون يعني ما بتخليناش ننام الليل. نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.